السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته. فيديو جديد. الفيديو تاع اليوم راح نكملوا لاسيري تاع ليل نايت مارس 2. من يكون عجبتكم هذا لاسيري ما تنساوش تديروا لايك سبسكرايب، وبلا ما نبقى نفكر فيكم، اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع اصحابكم لانه نقص شويه بليامات نقص الدفع وكل شيء. هيا انجوي. اذا تذكروا المره اللي فاتت كنا لحقنا هنا وين ما لبيش باش نديروا بقية طاره هذه بالك انا نطلع هي موزارت. هيا الزبجي. اوكي ما راحش تطلعها نطلعها انا. الى الى اين؟ اوه اوضلك صاي صاي، لكن تسلقوا الحبل هذا. مديرش الحس او مفتح هنا عندها ارواحي مفتك ارواح. تعالي 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 ممتع هذا. هنا كلت عبد ولا كيفه؟ ولا ما تعاوناش بكري وصاي. إيه ما شفتش انا قوي لها بالباب خلاص. هذه مدرسة الموسيقى بالك سمعت لها. لا 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 بدأت الموسيقى. هذه باين أستاذة، هذه ما مش الأولاد هذو الهامش هذو ما يعرفوش يديروا الموسيقى. كي جربت نطلع من هنا ما خلانيش صندوق هذا نطلع، ما لازم نطيحو باش تطلع هذيك. انا ما بيني ما جات نحاول نحل. لا يحبس هذا اللي راهو يعزف باين فيها استاذة هذي. قلت لكم استاذة. شوف وش لازم نهبط هذاك باه تقدر هي تفوت وحده وحده بدون اثاره ضجه. راهي تعدل في النقاط هاي تكتب هاي كل مره زعما تعدل النقاط. ايوه لازم كل ما تكمل هي نكون انا. اي زراب تجرأ أن تتحرك في هذا اللحظة. هيا رايك لعبين على روحك. Thank you.
فاقت بينا. يا كت والله يا ما عرف صدقوني والله وحي الله يهديك. خليني يا جد 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 زين تلحق قام تخبوا هنا شوف والله خلوني نتحرك بغيت نتحرك تراك كي تشوفني يا اسطوره القاك الحين والله واحد ما كتب لي في الكومنت على القبعه اللي يبغي معليش المهم انا نكمل بهذه اللي عنده اي اقتراح مدمر المدينه هذه كامل شوف راح نروحوا للجزء الثاني من المدينه كان غير ما يكونوش فيها وحوش اكبر ولا اصغر تعرفوا يعني درجة الغباء غير متوقعة يا ودي كنت باه ندز هناها انا كان على بالي بلي لازم نقفل عاود ردها وين كان عاود ردها وين كان صاي ربي هميناها كان على بالي بلي لازم نقفل تعرفوا كان على بالي بلي لازم نغلق هذا نغلق الباب هذا صح انا عيب كيفاه انا نحسب نطلع وننزل ايه دوش شويه شو هذا قش هذا قش طفله هذيك البسيطه الموسيقى تاع البارت الاولى اذا تشوف هاي ولات ما تعرفنيش حنا الباب هذا اذا تسيطري عليهم غير سيطرين لازم اللي جيت هيكيت مرة هذه جينا الدار تاع مصممي الازياء ولا ما على باليش انا شي واحد خرجنا يدخل وين جينا المهم رانا ندورو في المدينة هذه مش فاهم فيها والو هذه دار فيها الضو يعني دار فيها العباد ماشي العباد فيها فيها الوحوش قاردة والله هكذا عرفوا باللي رجعنا على سبيطار لا 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 اركض 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 هيا 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 شكرا على الانقاذ السرة المعلقة لينا ماتت ايوا لا طيب اسكيا طاعت اذا شفتوها Let's go. راه واش يدير قفلت عليها الباب ادخل يدخل اي استنى هنا درك راهي وقت ولي حكايه الغاز و هاي باين ها نجيبو هذاك بلا نشعلو هذا ايزي ركبو هذا هنا هل الباب المصعب هذا لازم نشوف ساعة واش كاين اوه 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 اوه
ضرب 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 باين خمس الله الله هذه لقات الشعلة بالك تحل بتعد تجي هي الأولى العين هذه الظلمة هنا هنا يجينا منه اه فوتو منه وين رحت انا هذا هو الطريق لا 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 هنا المدخل استنى تشوفوا نجيبوا علبة صودا من هنا وبعد ذلك كيف ديفيزيون كيما ديك هذا قلت لكم استشفاهم ديجا اعضاء اصطناعية شوفوا شوفوا واش كاين هنا ركوبا شوف باينة باين حلو المصعد هذاك لازم زوج ضواوي هذوك اللي ليه نحطو فيهم كيما ديفيزيبل كيما اللي لقينا قبيلة دوك المشكلة راح نلقاوها ندخلوا هنا وش يصرا ما باش تعرفوا واش كاين هنا كنت هبطت لقيت وين يحرقوا زعما العباد هما ما يدفنوش يا يعني يحرق ما لازم نلقى حاجه نلقى حاجه نحرقها باه نجبد منها حاجه بالك نديها ثم او يقول لك شريح في داخل هو اه ما تشوف المفتاح المفتاح كان في كرش البوبي هذاك درك وين هو البوبي الراديو شوف نديرو له الراديو ونهبطو لتحت نحرقوه اه فكرة مليحة نوضي ما انتي هذاك نوض ايوا الراديو اه هذاك اللي عنده اللي فيه المفتاح باين هذا كنت سمعوا في الصوت سمعتوا صوت المفتاح مسكيه الزيت ودار الصوت اروح برك وكنبطوهم ليه وين يحرقوا نحرقوا ايوا هذه هي البلاصه زعما تلوح الحاجه تلوحها هنا او لا هاي سيدي لوحي انت البوبي هذاك هاي اختراق شوية فخر هاي يكونوا طابو عندك شو علينا يا هذا هو المفتاح كل مفتاح هذا ما عجبش لازم نديرو به ترى نطلعو لفوق نزيدو نشوف هذا هو الباب درك باينة بلي وحدة نجيبوها منا نحلو بها البلاصة هذيك ومن بعد نجيبو الأخرى من هي ما ظلمة يعني ما عجبتيش سوف قاردة ولي هذه غرفة العمليات لازم نشوفوا وين نلقاو هذيك فيزيبل هذاك ولا واش تما واش كاين هنا ها شو شي انا اللي تتحرك شي هذا وش يتحرك بعض هذو يتحركوا فيهم الروح شو لازم ندير تسلق 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 بدينا ثاني اسمع ما هذه تلحق فيا وش ندير لها انا هذه
نروح؟ وين نروح؟ لحقت ولا وين راحت؟ مشكلة فوق ايجاد واه واه هرب من هار من الباب ما طريق كنت حصلت قبيلة يا ولدي علاه كيف انا هرب من هنا الخبر يكون هذا هو الفيزيب اول مارتو اروح يروح اطلع مارتو ها فتتها شفتها يا طهران فتتها وحدة ما زالت ترجع لا وحدة زيد لا وحدة سيد لها وحدة الفيديو تاعنا يكمل هنا نتمنى لكم عجبكم تسووا جديروا لايك سبسكرايب لكش معكم اقتراحات اكتبوهم لي في الكومنت بيس